القهوه. الله يكرمك. امال فين سيد؟ راح يوزع بضاعه. بقولك ايه، انا شايفه ان الزياره الجايه لازم اروح لبورعي، بس اضمن منين بقى؟ ما لقيش هناك لا عياله ولا مراته. ما هو انت برضه كان المفروض تعملي الحكايه دي من زمان. عيب كده انك انت تخلب الراجل. الراجل ما عملش معانا غير كل خير يا ورده. انا قصدي خايفه يا هريدي، احسن بعدين يفتكر ان انا ورا اللي حصل له ده. انت ما سمعتش كلام مرسي ولا ايه؟ ما هو عدم زيارتك ليه هيخليه يصدق. انت قابليه وفهمي. تفتكر كده؟ عرفت حاجة؟ كلامك طلع مظبوط يا حاج. فيردي لقاهم هناك عند واحد اسمه وصوف. يا دين النبي، وصوف؟ ايه يا حاج، انت تعرفه؟ ما هو ده من حرم الزفت بتوع البودرة. عشان كده بقى هم حاولوا يقتلوني. ايه؟ يقتلوك؟ هم اللي حاولوا يقتلوك؟ اكيد، ما هم عارفين ان انا مانع جنس بني ادم يتاجر في البودرة دي جوه البطلية. ما كنت تسيبهم يا حاج، ما كنت تسيبهم يتاجروا في البودرة. لا يا ابني، لا، الا البودرة، الا النصيبة اللي اسمها البودرة دي تغور بعيد عننا. لا يمكن اسمح لحد يتاجر في البودرة دي في البطلية ابدا. في ناس كتير يا حاج بيتاجروا في الهبابة دي. يتاجروا زي ما هم عايزين، يتنيلوا، دول مش بتوعنا. انما احنا مش عايزين مصايب تيجي من ناحيتنا ابدا. هو في مصايب اكتر من كده يا حاج؟ العالم دي ازاي تعمل كده؟ ازاي يحاولوا يقتلوك؟ سيبك من ده دلوقتي. المهم انا عايزك تروح تضرب تليفون للشوفير ده، قول له ابويا معلم الكبير بيقول لك خلصوا من اللي عندك، وهو هيفهم انا عايز ايه. فهم ايه بس يا برع بقى؟ انا برضو بلغ عنك المكتب. طب قول لي هستفيد ايه لما اسجنك؟ طب لعلمك بقى، من بعدك لا بقيت عارفه اجيب بضاعه ولا بقيت عارفه اروح ولا اجي. لعلمك بقى المهموس ده جاي لك من قرايبك. طب ليه يا ورده تسيبيني المده دي كلها؟ ليه ما فكرتيش تزورينا النهارده؟ انت ما تعرفيش بعادك عمل فيا ايه يا ورده. ما انت عارف يا برع يا حبيبي، خفت اجي ازورك بقى الاقي مراتك هنا، بعدين تعرف المستخبي، تعرف يا اخويا ان احنا متجوزين. عرفت ازاي؟ ابوها قال لها. يعني العقاد عارف ان انا وانت متجوزين؟ ايوه يا ورده. شفت بقى، شفت كلامي صح اهو؟ يبقى المهموس ده جاي من ناحيته. ايه اللي جايب العقربه دي هنا؟ ازيك يا ست حميده؟ بقول لك ايه يا بنت بشندي، قومي يا اختي وريني عبد التافت بدل ما اخلي اللي يشتري يتفرج عليك. ايه يا حميده؟ ورده جايه تعمل واجب. بقى مرضيه يا دلعاتي جايه تعمل واجب، مش هي دي برضه اللي دخلتك السجن؟ نعم يا اختي، انا يا حبيبتي ما دخلتش حد السجن. قول لها يا سيبورا، قول لها مين اللي عمل فيك يا اخويا العامله السودا دي؟ انت لسه بتتكلمي يا بنت كلام انت؟ بارعي قول لها الغور من الهنا اللي احسن العفايز من الثلاثه في وش. ما تهدي يا حميده، بدل ما يحبسوك كنت بجوز دلوقتي. اهدي كده وبلعي ريقك عشان تعرفي الحقيقه. مش عايز اعرف حقيقه، انا عايز اعرف هي ايه اللي جايبها هنا؟ جايه هنا بصفتها ايه؟ جايه بصفتي ايه؟ زي زيك يا عينيا. مراته، مراته يا عربي. ما كانش اللي بقي وين رايحي نفسك؟ انا الحمد لله بقيت كويس وممكن اكل نفسي لوحدي.
يا حبيبي كل وانت ساكت وانا عشان خاطري. بقول لك ايه؟ ما الاحسن تصلي على النبي كده وترجعي لجوزك ولبيتك. انت بقالك انت وامك 3 ايام رازمني ما روحتوش. اه وهي بطه تقعد بدلها، ما هي جوزها مسافر. يا بطه وجوزك ما قالكيش هيرجع امتى؟ ما قاليش يابا، هو ده بيقول حاجه لحد؟ انا ما اعرفش البنت دي دعوه خايبه لمين. ما تعرفيش هو مسافر فين؟ ما اعرفش. لا يا اختي لا، انا سعاد بنتي لما جوزها بيروح كده ولا كده لازم يقول لها. اه لازم يقول لها. هو ده راجل دخيخه. ايه يا حاج، انت لا عاجبك الخيخه ولا عاجبك اللي مسافر؟ انا مش شايف حاجه حواليا عجباني ابدا. بس انا بقى شايفه مفيش حاجه عجباك غير مروه يا ابراهيم. مروه هتندهشوا، مروه دي وحشاني. يلا يا سمرة لأن العربية مستنيانا بره من بدري. طب مش هما ندفع حساب الفندق الأول؟ يا عم ما تقلقش، مسيو وصوف دفع حساب الفندق كله. بصراحة أه مسيو وصوف ده عمل الواجب وزيادة قوي يعني. بقول لك إيه؟ تعال معايا تعال. يلا. كويس نجري دلوقتي. ها؟ إيه الأخبار؟ أنا كلمت فردي النهاردة الصبح. قال لي بالكتير على اخر النهار هيبقى فيه اخبار كويسه. المهم سيبك من الكلام ده يا حاج، بقى قول لي الدكتور شافك؟ اه الدكتور كان عندي هنا قبل انت ما تيجي بشويه. ايوه يعني انت بقيت كويس؟ انا شايف انك بسم الله ما شاء الله بقيت زي الفل يا حاج. نحمد الله ونشكر فضله. انا كويس قوي، ده حتى الدكتور قال لي ان انا ممكن اخرج. بس بيني وبينك أنا مش حابب أخرج دلوقتي. فهمت حق.